بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.
الله أكبر فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله أكبر وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الله أكبر ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله لمن حمده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يديك فأنعمت فلك الحمد إلهي وجهك أعظم الوجوه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف السوء لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن ونسألك الإخلاص في التوكل عليك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا شيخا كبيرا إلا قويته وأعنته اللهم ولا عازبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا أسعدته اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وحسن عمله وزده صحة وعافية اللهم ومن كان منهم ميتا فنور له في قبره فنور له في قبره وأمنه من كل خوف وبلاء وهم وحزن وغم يا أرحم الراحمين اللهم وأصلح لنا ذرياتنا واجعلهم بارين بنا يدعون لنا في مثل هذا المقام بعد أن نكون تحت التراب مجندلين لا إله إلا أنت أنت على كل شيء قدير أنت على كل شيء قدير اللهم أنت عظيم فوق كل عظيم وأنت كريم فوق كل كريم وأنت الغفور الرحيم اللهم لا ترد عبدا رفع كفيه إليك لا حول له ولا قوة إلا بك لا حول له ولا قوة إلا بك اللهم فارحم ضعفنا وقلة حيلتنا اللهم فارحم ضعفنا وقلة حيلتنا اللهم إنه لا ملجأ لنا ولا منجأ منك إلا إليك فررنا إليك فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين ولا حشرتنا بين يدي الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله علي
نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا ربنا. فحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من هم الدنيا وغمها ومن خزي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وانقلنا إلى رحمتك يا رحمن. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد وأهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم ارفع الغمة عن الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.